السلام عليكم مراعي المزهرة، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم سنتعرف إلى درس جديد من دروس القواعد العربية وهو الفعل المعتل. لاحظوا معي هذه الكلمات: وقف، سار، مشى، خشي، دنا، وفى، عدا. ما نوع هذه الكلمات؟ هل هي أفعال أم أسماء؟ إنها أفعال. بأي صيغة؟ وقف منذ من الماضي وقف، إذن هو فعل ماضي مبني على الفتحة. سار أيضا فعل ماضي، ومشى أيضا ماضي، خشي نفس الشيء، ودنا ماضي، وفى ماضي، وعدا ماضي. إذن هذه الأفعال كلها أفعال ماضية. انظروا لما بدأ هذا الفعل بالواو. وقف، وقف، وهنا الفعل الثاني سار، هذا في وسطه ألف، وهذا الفعل مشى، ماذا في آخره؟ أيضا ألف مقصورة، وهذا الفعل ماذا في آخره؟ خشية ياء، وهذا دنا في آخره حرف الألف طويلة، وفى في آخره حرف الألف المقصورة، وعدا انتهى بألف مقصورة. إذن هذه الأفعال التي فيها واو أو ألف طويلة أو قصيرة أو ياء ماذا نسميها؟ إنها أفعال معتلة. لماذا؟ لأن فيها أحرف علة. أحرف العلة هي ألف بشكليها الطويل والقصير و واو وياء. إذن ما هو الفعل المعتل؟ الفعل المعتل هو الفعل الذي يحوي في أوله أو وسطه أو آخره أحد أحرف العلة ألف واو ياء. أتدرب، ضع خطا تحت الفعل المعتل من الآتي: وعاد، وعد. هل هذا الفعل معتل؟ نعم، في أوله حرف إلا، إذن هو معتل. يدرس، يدرس، ما نوع هذا الفعل؟ ماضي أم مضارع؟ يدرس الآن، إذن هو مضارع. إذن هل هذا معتل؟ ما ماضيه؟ درس. إذن هل هو معتل؟ لا، ليس معتل، لأنه في الماضي درس، يخلو من أحرف العلة. دار، دار، هل هو معتل؟ نعم. لماذا هو معتل؟ ففي وسطه حرف علة. يحب، يحب، ما زمن هذا الفعل؟ مضارع. إذن هو في الماضي، ماذا هو؟ أحب. إذن هل هو معتل أم غير معتل؟ ليس معتل، لأنه ليس فيه ألف ولا واو ولا ياء. حكى، حكى، هل فيه حرف علة؟ نعم، في آخره ألف مقصورة وهي حرف علة، إذن هو معتل أيضا. رضي، رضي آخر فعل، هل هو معتل أم غير معتل؟ نعم معتل، لماذا؟ إن في آخره حرف علة. هذا كان درسنا لهذا اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم ما قدمته لكم. شكرا لإصغائكم يا أحبة، إلى اللقاء.